حضرتك بتقري الكهف الخميس بالليل، ده ينفع ولا لازم ارجع تاني اعيدها الجمعه؟ يجوز، واحنا قلناها قبل كده من اول ما يدخل وقت المغرب عندي اللي هو مبدا الليل، فيجوز من دخول وقت المغرب من ليله الجمعه ان انا اقرا سوره الكهف لان دي ليله الجمعه. حبيتي انت بقى تاني يوم تزودي تقريها مره تانيه بتاعتك، لكن هي اجزاتكي ان شاء الله، فلا مانع اذا حبيتي من تكرارها يوم الجمعه، ولك الاجر والثواب، على كل حرف الانسان بيقرا عليه اجر وثواب، والله يضاعف لمن يشاء، لكن هي تجزئك يعني سليم، مش محتاجه تكرريها تاني لو انت مش عايزه تكرري. قراتها ليله الجمعه او قراتها يوم الجمعه، فهذه ليله الجمعه بدخول المغرب في يوم الخميس كده بالليل او المغرب يدخل، يبقى دي اول ليله اللي هي ليله الجمعه.